رجعنا لكم تالي في الفقرة الثالثة في أول حلقات صحتك ثروتك في 2020. إيه اللي أنا بقوله ده؟ اتلخبطت ليه؟ آه لا، هي فعلا أول حلقة، يعني ضيف النهاردة اللي هو الضيف اللي صاحب البرنامج اللي بيجي معايا كل شهر هو أول فقرة لي في 2020. يسعدني ويسعدكم يكون ضيف ضيفكم النهاردة دكتور هاني فرج، المستشار الطبي الاقتصادي للبرنامج. دكتور هاني فرج، صباح الفل. وسنة سعيدة على حضرتك والسادة المشاهدين، إن شاء الله 2020 أول أول فقراتك وحلقاتك في 2020 إن شاء الله. نتمنى نفيد السادة المشاهدين بإذن الله. عشان كده اعتقد دكتور حضرتك لما جيت تختار الموضوع بتاع النهارده اخترت الموضوع اللي بيتبين عليه كل الامراض. يعني حضرتك لما تروح لدكتور انف واذن يقول لك لازم تخس، دكتور النساء يقول لك لازم تخس، دكتور الجراحه لازم تخس. عشان كده انت اخترت الكلمه في السمنه. هو فعلا السمنه هي افه العصر، يعني وده المرض اللي ابتدى يظهر على الساحه بشكل كبير. تمام. لو اتكلمنا على السمنه هنلاقي ان اهتمام الانسان بشكله وبوزنه بقاله دلوقتي قرابه ال 200 سنه مركز في الموضوع ده. يعني تمام. اول ناس ابتدت تبص على الكلام ده هم كانوا الفرنساويين في نهايه القرن ال 19، ابتدوا يحطوا تعريف للايديال بودي ويت او الوزن المثالي. تطورت الدنيا طبعا الى ان وصلنا دلوقتي ان احنا بنحسب الوزن المثالي عن طريق حاجه اسمها كتله الجسم. يعني هايل. خلينا نقول نتكلم على تعريف السمنه، ويعني يعني ايه سمنه؟ السمنة ببساطة هو أن تخزين الدهون في جسم الإنسان بتبقى نسبته أعلى من المعدلات الطبيعية. الدهون. الدهون. تمام. طب إيه هي المعدلات الطبيعية؟ لو بصينا على الشخص البالغ أو تخطى 18 سنة، وهنطلع من الكلام ده الرياضيين والحوامل، لو لقينا إن بصينا على الرجال الأول هنلاقي إن معدلات الدهون الطبيعية في الجسم تتراوح ما بين 15 ل 18%. 15-18% من معدلات الدهون في جسم الانسان. بالظبط، ده من مجمل وزنه. تمام. لو بصينا على السيدات هتلاقي نسبه اعلى شويه، هي الطبيعيه بتتراوح ما بين 17 إلى 20%. تمام. ده بالنسبه لي نسبه الدهون الطبيعيه في الانسان الطبيعي اللي هو ما عندوش سمنه. فلو حبينا نتكلم على ازاي نقدر نقيس بقى، هل يا ترى انا عندي سمنه او ما عنديش سمنه، هل يا ترى انا اوفر ويت فقط لا غير، المؤشر اللي قلت لحضرتك عليه من شويه اللي هو البودي ماس اندكس او كتلة الجسم، قياس كتلة الجسم. تمام. لو حبينا نسهل للسادة المشاهدين الموضوع ده بحيث وهم قاعدين في البيت دلوقتي تمام يقدروا يحسبوا كتلة جسمهم كام. تمام. ببساطة هي معادلة بسيطة جدا، لو بصينا على الوزن، لو تخيلنا ان شخص وزنه 100 كيلو تمام وطوله 170 سنتي. هنقسم الوزن على مربع الطول، يعني تمام. 100 على 1.7 اللي هي 170 سنتي في 1.7 1.7 × 10 × 1.7. هيطلع تقريبا كتلة الجسم دي حوالي 34%. يبقى ده اعتقد انه سمين. يعني اي حد دلوقتي بسهولة هو قاعد من السادة المشاهدين يقدر يحسب كتلة الجسم. تمام. هتفيدنا في ايه كتلة الجسم بقى؟ لو النسبة طلعت مع حضرتك، لو برضه بنتكلم في البالغين بعيدا عن الاطفال وبعيدا عن الحوامل والرياضيين، هنتكلم ان لو النسبة اقل من 18% اذا انا نحيف. عندي درجة من درجات النحافة. نتيجة المعادلة حضرتك قلتها. هيقسم وزنه على مربع الطول بالمتر. حلو قوي. اقل من 18 اذا انا ايه نحيف. من 18 او 18 ونص ل 25 انا في المعدل الطبيعي جدا. انا انسان طبيعي ما عنديش مشكله. من 25 ل 30 انا بالتالي اوفر ويت، اي وزني زائد. لازم تمام. اخد بالي ان انا لازم وزني يرجع للمعدلات الطبيعيه او كتله الجسم ترجع للمعدلات الطبيعيه. تمام. طيب لقيته من 30 ل 35 زي المثال اللي ضربناه من شويه. دخلنا في موضوع السمنه بقى، فاصبحت سمنه من الدرجه الاولى. هو السمنه مرض يا دكتور؟ السمنه مرض. مرض. سمنة مرض. وهاجل حضرتك في كونه مرض وتعريفه كانه مرض، ده كان تعريف حديث، يعني زمان كان هو كان عرض لامراض اخرى يعني. لكن خلينا نتكلم دلوقتي على اللي نكمل موضوع البودي ماس اندكس. احنا وصلنا لل 35 دوت اللي هو السمنه من الدرجه الاولى. 35 ل 40 دخلنا من السمنه من الدرجه الثانيه. من 40 فما فوق احنا كده بنتكلم في السمنه المفرطه. السمنه المفرطه دي كانت سبب في وفاه ما يقارب 400,000 شخص في عام 2018 على مستوى العالم. 400,000 شخص على مستوى العالم، رقم كبير ورقم مفزع يعني. طبعا. واللي خلينا نقلق اكتر ان للاسف الشديد في منطقه الشرق الاوسط وتحديدا الدول العربيه هنلاقي ان في على مؤشر قياس زياده الوزن على مستوى العالم ان في 9 دول عربيه في اول 10 دول. 9 دول عربيه في 10. اولهم دوله الكويت الشقيقه، وطبعا مرورا بدول الخليج الامارات والمملكه العربيه السعوديه. ده الموضوع ليه علاقه بالسفر وراثي مثلا؟ هو ليه كذا اكتر من سبب، بس خلينا نهتم بالحته الخاصه بمصر هنا. هنلاقي ان احنا ترتيبنا في زياده الوزن على مستوى العالم بنيجي حاليا في المرتبه الرابعه. يعني احنا الدوله رقم 4 على مستوى العالم. على مستوى العالم. هنيجي ما هو اصعب
ان انت دلوقتي على مقياس البودي ماس اندكس هتلاقي نفسك انت ولبنان بتتراوحوا في موجودين في المرتبه السادسه على مستوى العالم. لبنان؟ اه في المرتبه السادسه في البودي ماس اندكس اللي هي قياس كتله الجسم في الاشخاص البالغين. طيب لو جينا نتكلم على نسبتها ايه من المجتمع بقى؟ هنلاقي ان النسبه من المجتمع زياده الوزن تصل تقريبا ل 34% في مصر. يعني 34% من يعني البالغين يعني كل 100 في 34 واحد يعانوا بدرجه من الاوفر ويت والسمنه. تمام هي. دي مشكله طبعا. كبيره وبالتالي لازم الاهتمام. نرجع لسؤال حضرتك ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي لكده؟ طيب السمنه بتيجي منين اساسا؟ السمنه اساسا ان الانتيك او الاكل اللي داخل جسم الانسان والسعرات الحراريه اللي داخله لا تكافئ السعرات الحراريه اللي الانسان بيستخدمها او بيحرقها نتيجه الاكتيفيتيز او النشاطات اليوميه بتاعته. فالفرق دوت بيؤدي الى تخزين الدهون داخل الجسم. طب احنا عندنا في جسمنا كشخص طبيعي كم خليه دهنيه؟ 30 مليار خليه دهنيه. 30 مليار عدد ضخم طبعا. في الاطفال بيبقى اقل شويه بيبتدي من 5 ل 6 وبيبتدي يزيد مع مراحل البلوغ المختلفه الى ان نصل للعدد اللي بقول لحضرتك عليه ده. فده عدد كبير. الخليه دي قابله للملء بالدهون وتفريغه مره ثانيه. تمام. عشان كده الانسان احيانا بيخس واحيانا وزنه بيقل. تمام. طب لو جينا نتكلم على السبب بتاع ان اللي داخل اقل من المستهلك من اللي خارج. تمام. او اقل من المستهلك ده بيبقى راجع اول حاجه حضرتك لللايف ستايل او طريقه الحياه. اول حاجه موضوع العادات السيئه دلوقتي. العادات السيئه مبدئيا في الاكل. في عندنا دكتور علاء حاجه اسمها الهضم الغذائي وده اللي لازم يبقى قدام عينينا بالنسبه للامهات والسيدات في البيوت لان هم المسؤولين عن موضوع الاكل داخل البيت. تمام. يعني. لازم نبص على ان نسبه الالبان في اكلنا ما تطغى يعني ما تزيدش عن 11.5%. 11.5 تقريبا يعني نقول 10% من اكلنا يبقى منتجات البان. و11.5% البروتين بانواعه بقى البيض والسمك واللبن والبيض والسمك واللحوم والبقوليات والكلام ده كله سواء كان بروتين نباتي او حيواني. نباتي او حيواني. تمام. ده نسبته برضه لا تتجاوز ال 11.5%. لان مثلا الفول من اهم المصادر للبروتين النباتي. انا مع حضرتك بس بقول لحضرتك لا ما يتجاوزش النسب دي. تمام. احنا هنيجي بعد كده للنسبه اللي بعدها على طول هي 15% اللي هي الفواكه. و20% الخضروات. وقاعده الهرم الغذائي تكمن في النشويات والرز والمكرونه والبطاطس ودي 42%. كده بقى عندنا 100% هرم مثالي بالنسبه للاكل. تمام. طيب عايزين نبقى ان الهرم ده نبقى نجيبه للساده المشاهدين النهارده على الشاشه. تمام باذن الله. دي النقطه الاوليه. النقطه الثانيه لو احنا حبينا نتكلم على المشاكل الاخرى غير الهابتس السيئه في الاكل لان في بعض المشاكل هي مشاكل جينيه، بعض المشاكل نتيجه مشاكل في الجهاز الهضمي او مشاكل في الجهاز التنفسي، فبالتالي الاكسجين الداخل مش بكميه مناسبه فالحرق بيبقى اقل. كل العوامل دي هي يعني بتؤثر بشكل مباشر على زياده الوزن. قله الحركه والرياضه قلتها طبعا بتؤدي الى زياده الوزن وتخزين الدهون داخل الجسم. طيب تعرف بالنسبه للرياضه يعني انا من هواه ان انا يعني اي مشوار جنب متر انفاق بركب متر انفاق. في حاجه بسيطه قوي، احنا متر انفاق تلاقي السلم كهربائي الناس كلها راكبه عليه والسلالم فاضيه، يعني ما تطلع السلالم. انا بس بديك مثال ان احنا عندنا الرفاهيه بقت رفاهيه عارف انت رفاهيه سلبيه مش رفاهيه ايجابيه. ما هي واحد يبقى ساكن في الدور العالي يطلع على السلم هي دي تحت يطلع تحت بند اللايف ستايل يعني تغيير طريقه وعادات الحياه يعني. معلش بس انا استفيد اصل المثال ده قدامي. وحكي انت عن الرياضيين، انا في نقطه برضه لازم الفت ليها النظر ان لما تزيد كتله العضلات مش كتله الدهون دي بتسمى بدانه وليست سمنه. بدانه يبقى يعني البدانه كتله العضلات زايده سمنه الدهون الدهون ودي بتبقى باينه اكتر في الرياضيين وخاصه الرياضيين كمال الاجسام يعني العمليه واضحه فيهم بالنسبه لهم يعني. في بعض الحالات زي حالات الحمل دي في منتهى الاهميه ان اثناء الحمل وضع طبيعي ان الجسم وزنه بيزيد نتيجه تخزن السوائل والدور تلعبه المشيمه ووجود البيبي نفسه كل دوت بيزيد من الوزن. فمن هنعتبرها من المحرمات ان الام اثناء الحمل انها تفكر تعمل ريجيم او تقلل وزنها. انا ممكن تلعب رياضه بطريقه معينه بنصيحه الطبيب طبعا لان كل حاله غير الثانيه ما نقدرش نعمم وما نقدرش نقول ان دي الطبيعه الانسب. طبعا. طيب في ظل اللي احنا بنتكلم فيه ده طبعا العلم والطب والصيدله ما وقفوش يعني ساكتين ابتدوا يدوروا على حلول. فالحلول دي ابتدت في البدايه خالص باستخدام تقليل كميات الاكل اللي داخله وتحسين نوعيات الاكل وتحسين كميات الاكل تقليلها. فابتدينا العمل على الدايت والاكسرسايز الرياضه وتقليل الاكل دي اول خطوه ابتدى الانسان يتبعها ولكن ما كانتش كافيه فابتدى يتجه بعدها ليه
الأدوية. طيب الأدوية هاجي لحضرتك فيها بالتفصيل، كانت الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة ابتدى يتجه للجراحات اللي هي موجودة دلوقتي، زي الجراحات الخاصة ب تغيير المسار، تكميم تحويل المعدة. المسار والتكميم بأنواعه، سواء كان طولي أو حلقي، أو بالنسبة للبالون المعدة، أو بالنسبة للحاجات الحديثة اللي هي الليبوساكشن، أو اللي هي يعني تفريغ دهون من الجسم عن طريق استخدام الكافيتيشن وخلافه من الأجهزة الحديثة اللي هي بتقدر إن هي تكسر الدهون وبتنزل بشكل طبيعي من الجسم أو بيتم سحبها. فكل الأجهزة دي النهاردة وكل العمليات الجراحية النهاردة فيها تقدم بشكل كبير، تمام، وابتدى نسب النجاح فيها تبقى عالية جدا. ولكن لازم مراجعة أكثر من رأي في هذا الموضوع بالنسبة للشخص الواحد، وإجراء التحاليل المطلوبة كلها، لأن في ناس بتستعجل وبتروح تاخد القرار وبيبقى سهل عليها إن هي تعمل أي من هذه العمليات، سواء تدبيس أو تكميم أو بالون أو خلافه. ولكن مش كل العمليات مناسبة لكل الناس. هنرجع للأدوية، يعني الأدوية هي المتاحة وهي تحديد تصرف الناس. في بدايات الكلام على الأدوية كان الكلام عن الرضة والأدوية المالئة للمعدة، تمام، فكرتها ان هي تخش تملى المعده، فلما بتملى المعده ايه اللي بيحصل؟ الشهيه بتتقفل، خلاص انا معدتي مليانه فما عنديش استعداد ناكل كميات ازيد، يعني بيبقى تريني مع خلاص. الاسف المخرج بيقول لي ان احنا فاضلنا دقيقه ونص. طب هنقفل الدواء في الدقيقه تمام. ونص ان شاء الله. الحاجه الثانيه ابتدى التوجه للادويه اللي شغاله على الجهاز العصبي، عصبي، ودي طبعا ظهر لها مساوئ كتيره زي ماده السيبوترامين، ودي تم سحبها من الاسواق عالميا، يعني كان بتدخل في دور اكتئاب كمان اكتئاب، وبعض الاحيان كانت بتؤدي الى صعوبه في النوم، وكان بيلاقي مشاكل كثيره جدا، ولكن سحبها كان نتيجه مشاكلها على عضله القلب. يعني تمام كمان. ابتدت الامور تتطور اكثر، ابتدى يبقى في بعض المواد اللي شغاله على الدهون بحيث الدهون ما تخش الجسم وتنزل بره الجسم، الى ان وصلنا النهارده للحاجات الطبيعيه اللي هي القويه جدا، زي الحاجات اللي بتحتوي على جيمينيما سلفستر او بتحتوي على الجارسينيا، وده عشب فيه نسبه فيتامين سي عالي بيساعد على حرق الدهون. فلان الاعشاب الحديثه دي، يعني الجارسينيا الكمبوديا والسلفستر او الجيمينيما سلفستر، ده من اقوى الاعشاب اللي هي ممكن تبقى امنه وتقلل الدهون الموجوده داخل الجسم وتزيد من معدلات الحرق. خلصت الفقر، خلصت بالسلفستر. تمام. طبعا انت عارف انا بضحك ليه. تمام. انا في نهايه فقرات النهارده بالنيابه عنكم بشكر الدكتور هاني فرج مستشار الطب الاقتصادي للبرنامج، وان شاء الله الاسبوع الجاي هنزل لكم الواتساب اللي بيحسس اي حد يسال عن موضوع سرطان الثدي، والاسبوع الجاي هنغير الاماكن، الدكتور هاني فرج هيبقى قاعد هنا وهتعرفوا الاسبوع الجاي ليه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.